عن الجريمة السلبية يقصد بها هو طبعا أن تشاهد شخص كأن يكون على سبيل المثال يغرق في بركة سباحة، تشاهده يغرق ولديك المكنة المادية والجسدية أن تقوم بإنقاذ هذا الشخص، إلا أنك لا تقوم بالتدخل، فهنا تعتبر جريمة سلبية. كان من المفترض أن تقوم بمساعدته في إنقاذه، لكن عدم قيامك بإنقاذ هذا الشخص وتركته يغرق فهنا تسمى الجريمة السلبية. بكل تأكيد لولا عدم تدخل هذا الشخص لما وقعت الجريمة أو لما أدت إلى النتيجة اللي هي وفاة هذا الشخص. يعني أفضلنا إذا شفنا الشخص يغرق نهرب من المكان ولا لا؟ هو طبعا الهروب من المكان، الهروب من المكان بحد ذاته إذا كان طبعا نما إلى علمك شاهدت هذا الشخص هو فعلا في حالة محتاج إلى المساعدة وقيامك بالهروب من ذلك المكان، فهو بحد ذاته أساسا أنت دخلت في نطاق الجريمة السلبية. الشروع في الجريمة السلبية، أساسا الجريمة السلبية هو الامتناع عن القيام بعمل، وبالتالي هل يعتبر هناك، هل هناك شروع في الجريمة السلبية من وجهة نظري؟ لا يوجد. والذي يؤكد ذلك هناك نص في قانون الجزاء أنه أن الشروع أو الشروع في جنحة لا يعاقب إلا إذا ورد نص صريحا بذلك. فعندما نرجع للنص المنظم للجريمة السلبية لم نجد نص يجرم على الشروع في الجريمة السلبية، ولذلك الشروع بغض النظر هل هو يتحقق في الفعل السلبي من عدمه فهو غير مجرم قانوناً.